أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ودم لبنا خالصا ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك
سبل ربك ضللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون صدق الله العظيم.